أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول لديه معصية ويتوب منها ويعود إليها، فبماذا تنصحه؟ إن الشيطان يشام قلب العبد وينظر أضعف ما فيه فيأتي العبد منه. فلعلك يا أخي عندك ضعف في هذا الباب فيدخل الشيطان منه ويخرج كما يشاء، فعليك أن تتنبه له وأن تقوي نفسك من تلك الجهة التي تعلمها، ولا تيأس من نفسك، فإن من أمكر وسائل الشيطان أنه ييأس الإنسان من نفسه ويقول له أنت ما فيك خير، أنت لن تترك هذا الذنب، أنت ستموت على هذا الذنب. لا تيأس من الخير، وما دمت يا أخي تذنب ويحرقك ألم الذنب وتتوب صادقا ثم ترجع فهذا دلالة على خير فيك. لكنك تحتاج إلى مزيد عزم، فحاول أن تبتعد عن مواطن الاختلاء بهذا الذنب قدر ما تستطيع، ودافع هذا الذنب قدر ما تستطيع. فلو فرضنا أنه غلبك وجاء فادفعه، قل لو بعد ساعة، ثم ادفع ثم ادفع، وإذا صدقك الله، إذا صدقت الله سيصدقك الله. ولكن اعلم أنك في طريق خير، ولا تيأس من نفسك، واجتهد في زيادة تقوية نفسك وفي دفع هذه المعصية، ولا تستسلم لها، ولا تستسلم.